بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن هشاشة العظام. ما هي هشاشة العظام؟ كيف يتم تشخيص هشاشة العظام؟ وما هي العلاجات الحديثة جدا لهشاشة العظام؟ معكم دكتور عبد الله مغازي، أستاذ مساعد الروماتيزم وأمراض المفاصل والمناعة جامعة القاهرة. هشاشة العظام يعني عظم سهل الكسر. المفروض العظم بتاعنا طبيعي، أي خبطة أو أي وعة بسيطة ما تكسروش. في الانسان اللي عنده هشاشه عظام او الانسان اللي عندها هشاشه العظام، لان هشاشه العظام اكثر بتبقى موجوده في السيدات، اي وعه عند الانسان الطبيعي ما تكسروش، عند الانسان اللي عنده هشاشه بتكسره. يعني وقع بسيطه مثلا على الارض يحصل له مفصل الحوض يتكسر، يحصل له كسر في مفصل الحوض، يقع على ايده كده، ينزل على ايده كده على الارض يلاقي كسر هنا في العظمه بتاع الوكوز فراكشر اللي هو بيجي في الايد من هنا في العظمه، العظمتين اللي هو الزند والكعبره بتوع الايد، ويقع على فخدته مثلا وقعه بسيطه جدا، يلاقي يعمل اشعه على ظهره يلاقي فقرات الظهر اتكسرت وحصل فيها تهتك، وحصل فيها ان الفقرات بقت مضغوطه بشكل كبير جدا من الكسر اللي حصل فيها. فكلمه هشاشه يعني عظم سهل الكسر، ده كلمة تعريف الهشاشة، وهو فراجيليتي فراكشر أو عظم سهل الكسر. طيب الهشاشة بتصيب مين؟ ألاقي ناس عندهم 30 سنة وعندهم 25 سنة وعندهم 40 سنة ودكاترة طالبين لهم الهشاشة، أشعة هشاشة. الهشاشة تصيب السيدات أكثر من الرجال بعد سن 60 سنة. يعني ما تجيش واحدة عندها 40 سنة ولا عندها 30 سنة وأعمل لها أشعة هشاشة. فبتصيب السيدات بوست منوبوزال او بعد 60 سنه، بعد سن 60 سنه، والرجاله بعد 70 سنه. فالهشاشه اكثر في السن الكبير من البشر وليس في السن الصغير. طيب ممكن تسيب سن صغير، ممكن تصيب سن صغير، ولكن حد بياخد كورتيزون، حد بياخد كورتيزون فترات طويله، جرعات عاليه من الكورتيزون لفترات طويله، بيصابوا بالهشاشه. مرضى المناعه اللي عندهم روماتيد او ذئبه حمراء بيصابوا بالهشاشه. فالهشاشة بتيجي مع مرض السن أو الناس اللي بتاخد كورتيزون فترات طويلة، فدول المسببين الرئيسيين اللي هم السن والكورتيزون. طيب نيجي بعد كده لنقطة وهي أعراض الهشاشة. ما هي أعراض هشاشة العظام؟ هشاشة العظام مرض بنسميه اللص الصامت. يعني إيه اللص الصامت؟ يعني هو مرض غير مؤلم. العظم بتاعنا، العظم الطبيعي بتاعنا عبارة عن بروتين واملاح اللي هي الكالسيوم والفوسفورس. البروتين بتاع الانسان ده اللي هو موجود في العظم تحت عملية من التجديد والتكسير المستمر. العظم بتاع الانسان بيحصل فيه تكسير واعادة تجديد، تكسير واعادة تجديد. مع السن بيحصل ان التجديد بيقل والتكسير بيزيد. التكسير في خلايا بتكون عظم وخلايا بتكسر في العظم. مع السن الخلايا اللي بتكسر بيكون مفعولها اكبر بكتير من الخلايا اللي بتبني العظم، وبتكون النتيجه تكسير العظم زياده وهشاشه العظام. فدي الفكره، ان العظم البروتين بتاعه بيقل. البروتين لما يقل يعمل هشاشه العظام. ايه الاعراض؟ الاعراض مفيش اعراض، بنسميه اللص الصامت. المريضه ما تشتكيش من حاجه نهائيا، قد تشتكي من وجع بسيط في العظم، قد تشتكي ان هي بتيجي تقوم مش قادره تقوم، ماشيه مش قادره تصب طولها. في عرض مهم جدا، عرض كويس جدا وعرض مهم جدا، ان ست كبيره تيجي لك في العياده تقول لك انا العباد بتاعتي او الهدوم بتاعتي اللي كنت بلبسها بقت طويله عليا. العباء اللي كنت بلبسها من سنه كانت على قد بالظبط، دلوقتي بقت بتجرجر في الارض. فده عرض مهم جدا. ليه بيحصل العرض ده؟ لان الفقرات نفسها وحجم الفقرات، ده الفقره بقت كده بقت كده، حجمها قل، بدل ما كده بقت كده. فالهشاشه العظام، كثافه العظام قلت، فكثافة العظام قلت حجم الفقرة قل، ونعمل لهم أشعة عادية اللي عندهم الفقرات مضغوطة حجمها قل شبه مكسورة. فدي الأعراض، اللص الصامت، ألم بسيط، عدم القدرة على الوقوف، تبقى قاعدة وتيجي تقوم مش قادرة تقف، ماشية مش عارفة تصلب طولها، يحصل لها انحناء في الظهر. بعد فترة طويلة نشوف سيدة كبيرة عندها 80 سنة ماشية محنية كده، هي ماشية محنية ليه؟ ماشية محنية لأن هشاشة العظام خلت عظمها مقوس وظهرها مقوس، خلتها مش عارفة تصلب طولها وهي ماشية. فالحنية أو عدم الوقفة مستقيم ده من أعراض الهشاشة. فالهشاشة حاجة مهمة جدا إن احنا نعرف أعراضها. أهم عرض للهشاشة اللي هو ممكن العرض يجي أهم عرض الكسر. الكسر ناس كتير جدا ما تعرفش إن عندها مشكلة وعندها هشاشة
وقعت وقعه بسيطه جدا وحصل لها كسر في مفصل الحوض وراحت عملت اشعه، فالدكتور قال لها عندك هشاشه عظام. طبعا الاشعه العاديه ما بتشخصش الهشاشه، ولكن بيبان في العظم ان فيها هشاشه. فالكسر ده ممكن يكون اول عرض للهشاشه، عشان كده بنسميها اللص الصامت. لص بيسرق الانسان، بيسرق العظم بتاع الانسان والواحد ما يحسش بحاجه، فاسمها اللص الصامت عشان كده، عشان ال 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 الكسر ممكن يكون اول عرض حصل للانسان بسبب ضعف العظم، عظم سهل الكسر. حضرتك لو جبت مثلا عود حطب او عود خفيف، اي حاجه خفيفه ومسكتها في ايدك هتتكسر في سهوله، ولكن لو مسكت حديده في ايدك مش هتتكسر. فدي الفكره، الفرق بين حاجه ضعيفه وحاجه قويه، اللي هي العظم السليم عظم مقاوم للصدمات وما بيتكسرش بسهوله، العظم الهش هو عظم سهل الكسر بيتكسر باي خبطه او اي وقعه ممكن تكسر الانسانه اللي عندها الهشاشه. نيجي للنقطة اللي بعد كده وهي تشخيص الهشاشة، عرفنا الأسباب وعرفنا الأعراض. نيجي للنقطة اللي بعد كده ما هي التشخيص وكيفية تشخيص الهشاشة. تشخيص الهشاشة زي ما قلنا الأعراض اللي موجودة قبل كده كلها. النقطة اللي بعد كده أشعة اسمها ديكسا. ديكسا أشعة بتتعمل على ثلاث مناطق، على الظهر وعلى مفصل الحوض وعلى الدراع. وليه الثلاث مناطق دول؟ لأنه أكثر ثلاث مناطق معرضين للكسر في جسم الإنسان. والكسر فيهم بيحصل، واحد يقع على ايده، يقع على فخدته، يقع على جنبه على مفصل الحوض، فيحصل كسر في المفصل. فدي اهم نقط بتحصل فيها الكسر واهم حاجات بيحصل فيها الكسر. بيتعمل اشعه وبيحصل حاجه اسمها تيسكور. تيسكور ده الطبيعي التيسكور في الانسان لحد ماينس واحد، سالب واحد ده يعتبر طبيعي، اقل من كده يعتبر من واحد سالب واحد لسالب اتنين ونص بنسميه مرحله وهن العظام. بيطلع كده حاجه مربع في الاشعه وبيبان فيه ثلاث حاجات، منطقه خضراء ومنطقه صفراء ومنطقه حمراء. المنطقه الخضراء اللي هو الطبيعي اخضر يعني طبيعي، فبتطلع علامه كثافه العظام في المنطقه اللي فيها كثافه عظم الانسان، فبيديك نقطة كده. النقطة دي قد تكون في الأخضر أو في الأصفر أو الأحمر، معناهم إيه أخضر أو أصفر وأحمر؟ الأخضر وده بيطلع في تقرير الأشعة، الأخضر يعني طبيعي، الأصفر يعني إنذار، الأحمر يعني خطر. يعني إيه أخضر؟ يعني طبيعي، العظم طبيعي تماما. أصفر اللي هو من سالب واحد حتى سالب اتنين ونص اللي بنسميه العظم الضعيف أو وهن العظام. أقل من سالب اتنين ونص اللي هو الخطر، اللي هو هشاشة العظام، اللي ساعتها لازم ناخد علاج الهشاشة. علاج الهشاشة ممكن ناخده في المرحلة الصفراء اللي هي مرحلة ضعف العظام، ولكن بجرعات أقل. إنما المرحلة الخطر ومرحلة هشاشة العظام والعظم أقل من سالب اتنين ونص لازم نعالج الهشاشة. بنعمل للمرضى دول وظائف كلى، بنعمل لهم تحليل كالسيوم، بنعمل لهم تحليل الغدة الجردرقية، نعمل لهم تحليل وظائف الكلى والكالسيوم وهرمون الغدة الجردرقية. نعمل التحاليل ديت وبناء عليها هنبتدي علاج الهشاشة. لو الموضوع طلع في الأحمر أو الأصفر كمان ممكن نعالج الموضوع يعني. فنبتدي علاج الهشاشة بعد التحاليل دي لو كان فيها مشكلة. لو التحاليل ما فيهاش مشكلة نبتدي العلاج، فيها مشكلة بنصلح الكالسيوم، لو في مشكلة في الكلى في أنواع معينة من الأدوية ما ينفعش نديها. فأداء التشخيص بناء على الأعراض والأشعة اللي أشعة ديكسا، وتطلع تقرير واضح جدا وبيحدد الإنسان عندك هشاشة ولا ما عندكش هشاشة. نيجي للعلاجات. السنوات الأخيرة يمكن العشر أو الخمس سنين الأخيرة حصل تطور كبير جدا وحاجات حديثة جدا في علاجات الهشاشة. قبل كده كنا بندي للمرضى مش عارف حباية كل أسبوع وحباية كل شهر، ولازالت الحاجات دي موجودة لحد دلوقتي، ولكن طلعت حاجات حديثه. طلعت من حوالي 15 سنه حقنه بتتاخد كل سنه مره، دي بقت قديمه بالنسبه لنا دلوقتي، وطلعت حاجات احدث. هم نوعين، احدث نوعين لعلاج الهشاشه واهم نوعين لعلاج الهشاشه، حقنه اسمها دينوزوماب او البروليا بتتاخد كل 6 شهور، وحقنه اسمها فورتيو بتتعطي او الترايبراتايد اللي هي بتتعطى للمرضى اللي عندهم هشاشه شديده، ودي بتبني العظم من جديد. الحقن ديت بتجيب مفعول كويس جدا في الهشاشه وبتجيب معاهم نتيجه كويسه جدا وبتحسن كثافه العظم وبتمنع الكسر، ودي اهم نقطه. اهم حاجه عندي ان امنع الكسر. انا جالي مرضى عندهم هشاشه واخدوا الحقن ديت، وكانت المريضه جايه على كرسي متحرك، جات لي ثاني مره بعدها بشهر شهرين ثلاثه جايه ماشيه لوحدها. اقسم بالله ده حصل ناس كتير جدا لما اخدوا علاج الهشاشه حياتهم اتغيرت تماما، ما كانتش تعرف تروح الحمام، ما كانتش تعرف تتحرك، ما كانتش تعرف تمشي، مش عارفه تمارس حياتها الطبيعيه. فهي عرفت تمشي وعرفت تمارس حياتها الطبيعيه وترجع لحياتها الطبيعيه تماما،
وترجع طبيعية تماما بعلاج الهشاشة، وتعرف تروح الحمام وتعرف تقف في المطبخ وتعرف تتحرك وتروح وتيجي، وده أهم حاجة اللي هي تحسن وظيفة الإنسان. فعلاج الهشاشة بيجيب نتيجة كويسة جدا، وبيجيب من المرضى نتيجة حلوة جدا، وبتحسنه كتير جدا. وأهم من تحسن الوظيفة تحسن أو منع الكسر، إن قد علاج الهشاشة ده بيمنع الكسر. فعلاج الهشاشة بقت حديثة، والناس للأسف بتروح عشان تعالج الهشاشة عند دكتور غير متخصص. دكاترة العظام ما عندهمش خبرة قوي بعلاجات الهشاشة، وعلاجات الهشاشة متوفرة جدا دلوقتي للمرضى الموظفين اللي لهم تأمين صحي، متوفرة مجانا تماما في التأمين الصحي، وبنصرفها لهم بإجراءات سهلة. فنتمنى لكم صحة سعيدة وعظاما سليمة، وانت بعيدوا عن الكسر، لأن الكسر ده ممكن يكلف الإنسان كتير جدا. الإنسان ممكن يجيله كسر يأثر على عظمه ويسبب له مشكلة كبيرة جدا، وعدم القدرة على الحركة والكسر. ناس كتير جدا جالهم كسر في مفصل الحوض، الكسر ده أثر على حياتهم بعد كده وخلوهم مش عارفين يمشوا، وممكن يؤدي إلى الوفاة. في جزء مهم جدا في العلاج، وهو العلاج العلاجات التانية، كالسيوم وفيتامين، دول ودول حاجات مكملات المرضى بياخدوهم، مهمة جدا ياخدوهم مع علاجات الهشاشة ويمشوا عليهم بصورة طبيعية، بيمنع الكسر وبيساعد في قوة العضلات، ويمنع ان المريض يقع دايما باستمرار. فيتامين د والكالسيوم، المشي والحركة جزء مهم جدا من علاجات الهشاشة. المشي والحركة بتحافظ على قوة العضلات، بتحافظ على كثافة العظام، بتمنع الكسر. فده فيديو كان مهم جدا عن هشاشة العظام، اتمنى تشتركوا في القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.